السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كي دايرين مع البرد؟ الله يخلي لكم صحيحتكم. وبسم الله نبداو كلامنا بالصلاه على نبينا، باش هكا ناخذوا كاملين الاجر. الله يكرمنا ويكرمكم بكل الخير ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا حبايبي، اليوم الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم كيفاش كنحتفظ بزاف الحاجات او الخضر في الكونجيلاتور وتنتهناو الشهر كامل، ومنها تنقتصدو منها تنرتحو. نهار ديال تمارة وايام اللي مرتاحين. دابا غادي ندوزو بعدا. اول حاجة هنايا كما شفتو شاركت معاكم قبل تقضية اللي تقضيت من السوق الاسبوعي. هنا هاد مطيشة طوماط صغيس كما كتشوفو معايا، خديت هنا هي واحدة ثلاثة ديال مطيشات كبار، وهادي مطيشة اللي خديت معاكم غزالة الصراحة الله. هادي البنات غادي نشد عليها وغادي نردها الطيب، ما غاديش نزيد عليها فوق منها الفلفله حمراء، حتى تجي بحال دابا الا استعملتوها في الحريره ولا شي حاجه. انا ما كتعجبنيش ديك النسمه ديال الفلفله الحمراء، هي تعطيها اللوين ولكن كتبقى ديك المذاق ديال الفليفله. انا بغيت نخليها هكا اللي تبقى لنا مطيشه بوحديتها. هادي غادي نشد عليها، ما غادي ندير لها حتى حاجه، غير شويه ديال الملحه وغادي نشد عليها. اختكم النهار ديال الخدمه ان شاء الله. هنا حتى هذا الحامض غادي ندير مركز الحامض، غادي نشاركو معكم ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي هنا، هذه الثوم كما كتشوفوا معايا، هذه الثومه البلديه هنا فركتها، يعني كانت عندنا ريوس في هذه الوقيته ديال شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة كتبدا الثومه تخوها، يعني من الاحسن نقيوها وغادي نحتفظوا بها. المهم انا غادي نقيها نص، غادي نخليها هكاك ونص غادي نطحنوها. المهم غادي نشارك معكم كل شيء. دابا غادي ندوزو بسم الله على بركه الله، غادي نرد الطنجره ديال المطيشه هي الاولى، وعاد غادي نجي غادي نبدا بالربيع كما كتشوفوا معايا البنات. بالنسبه للربيع راني غسلته مزيان حتى يكون فيه الرمله، رانتم تبارك الله كاملين عارفين ما شاء الله، غسلته مزيان وخليته هكا تستقطر هكا في الشبكه، وعاد درت له هكا هذا المنديل وخليته يبس باش ما يبقناش فيه الماء، خليته يبس هكا غير على هذا المنديل. هذا هنا عندي المعدنوس، هنا الكرافس، وهنا القزبر. انا كنقطعهم رقاق، ما تنديرهمش في الهشوار، واخا نتوما لي الخير عندي الهشوار تيعجبني نقطعهم رقاق باش هكا تتبقى ديك النسمه ديال القزبر هكا والمعدنوس. صافي حبايبي، بالنسبه لهنا انا كل شيء غسلت، يعني غنوريكم ان شاء الله يا ربي كيفاش كنحتفظ بالخضار في الكونجيلاتور هكا لواحد المده ديال شهر 20 يوم وكنرتاح. هنا عندي القناريه اللي شاركت معكم، هذه غادي نديرها هكا في هاد خلاص في هاد الطنجره. هذه هنا البنات هاد القناريه هذه زدت عليها الماء، غادي نديرها تغلى هكا فوق البوطه. هذه تقدروا تحتفظوا بها يعني من بعد ما تغلي القناريه ديالكم، تنقطع هكا عليها واحد طريفه ديال الحامض هكاي، واحد طريف صافي ديال الحامض باش تنسملي. صافي بالنسبه للبنات لهاد القناريه هذه تنديروها فوق البوطه، تنخليوها حتى تغلي مزيان، تنديروا عليها شويه المليحه بطبيعه الحال. الا بغيتوا تحتفظوا بها في الكونجيلاتور خصكم غادي تصفيوها وغادي تحتفظوا بها كتبقى لمده شهر. انا بالنسبه ليا ما كنبغيش نخلي القناريه في الكونجيلاتور هكاك، تنخليها في المريقه ديالها يعني في الماء ديالها اللي غادي تغلي فيه، وتنحتفظ بها في البواطه في الثلاجه، كتبقى حتى سيمانه كتبقى زوينه ما كتوقع لها حتى شي حاجه. هذه هي اللي بغيتوا تحتفظوا نتوما بها في الكونجيلاتور، تبقى لكم الاختيار ديالكم. صافي غادي نخليها تغلي. هنا غادي نشد على الطنجره ديال المطيشه، ودابا غادي ندوز باش غادي نبدا بالليمون الليمون المركز ديال الحامض، حتى هو تيكون زوين. ديروا به العصائر، جميع انواع العصائر تيبقى زوين. هذا البنات خديتو تبارك الله، دابا راه الليمون موجود، خذوا ديروا المصير، ديروا مركز الحامض اللي ما يخطلكمش من الدار ديالكم، الطويجنات اي حاجه. هذا غادي نخليه غير لهذا المركز الحامض. المهم نشد بعد على الطنجره وعاد نرجع باش ندير معكم هذا مركز الحامض. المهم اليوم ديال الحداقه، يلا حبيباتي انتوما معايا. ودابا غادي ندوزو البنات باش غادي نحك الليمون ديالي او الحامض. انا كنحكو هكا على الحكاكه الرقيقه باش ديك
يعني القشور ديالو كنستعملو في عده استعمالات هانتوما يعني على الحكاكه الرقيقه. صافي غادي نستمر انا هكا. بالنسبه للليمون تندير كل كيلو ديال الحامض تندير فيه نص كيلو ديال السكر سنيده، وتيبقى على حسب الذوق ديالكم يعني عينكم ميزانكم. صافي تنبقاو هكا نحكو غير هاد القشره الصفراء. هذا تا هو غزال دائما يكون عندك هكا في المجمد، تينقد بعد مره هكا تيدخلوا عندك شي ضيوف ولا شي حاجه، ولا ليلك هكا كتجبد اي فاكهه بغيت وتدير به عصير تيجي منعش مع كيكه مع اي حاجه. صافي البنات غادي نستمر باش ما يجيكمش الفيديو طويل، يعني من بعد ان شاء الله ما غادي نحكم مزيان غادي نرجع معاكم. دابا البنات من بعد ما حكيت كما كتشوفوا معايا الليمون، دابا غادي ندوز باش غادي نكب عليه السكر سنيده. كما قلت لكم كل كيلو ديال الليمون تنديروا معاه نص كيلو سنيده، وتيبقى الذوق على حسب الاختيار ديالكم. صافي درت 8 كيلو هكاك، غادي نحاول نخلطها مزيان هاد باش ديك زيوت الطياره ديال الليمون دخلنا مع السكر سنيده ويجينا المركز ديالنا تيجي فيه ديك النكهه زوينه. وتنبقاوه هو قدامنا فوق البوطاجي وحنا كل ساعه تنحركو حتى كذوب لنا ديك السكر سنيده. صافي البنات دابا هنا عصرت هاد الحامض كما كتشوفوا معايا عصرته ها هو. دابا غادي ندوز باش غادي نكبو. راه تبارك الله فيه الماء. وبالنسبه لهاد هانتوما كنبقاو هكا نخلطوه وتنغطيوه، تنغطيوه بالبلاستيك الغذائي باش ديك النسمه ديالو ما تمشيناش مع الهواء. صافي كنخليوه ساعه ساعه هو قدامنا تنحركوه حتى كذوب لنا ديك السكر سنيده. وبالنسبه للبنات لهاد القشور هادو انا لا لي ضايع دفش تنطحنهم مع الملحه اولا نخليهم غير هكا في بلاستيكه في الفريغو، ومنين نجيب الدجاج تنطحنهم مع الملحه وتنغسلهم مع تنغسل بهم الدجاج حتى هما زوينين الدجاج هكا احتفظوا بهم ما تلوحوا حتى شي حاجه. صافي هنا البنات هنايا هذه القناريه ديالي صافي راها غلات، غادي نخليها غير حتى تبرد باش غادي نديرها في بواطه ونحطها في الثلاجه. ودابا غادي ندوز باش غادي ندير حتى شويه ديال نقيتو ديال لاريكو حتى هو غادي نديرو في بلاستيك غذائي. ودابا البنات عندي هنايا شويه ديال لاريكو، انا عندي غير نص كيلو كما كتشوفوا قطعته غسلته مزيان طبيعي الحال حتى نشف. انا غادي نحتفظ به هكا البنات في المجمد يعني غادي نديرو هكا ما غاديش نسلقو. نتوما الا كانت عندكم شي كميه اللي هي كثيره بغيتو تحتفظوا بها مده طويله سلقوه نص سلقه وفتالي كبوا عليه الماء بارد باش يبقى اللون ديالو خضر وصافي واحتفظوا به. انا جبت غير نص كيلو صافي غير غادي نخليه غير واحد المده هكا على ما ندير شي طويجن بلا ريكو وصافي. وحتى البنات هي يعني واحد النهار اللي تنعطيوه هكا للسوق ملي تنجيبو التقضيه ديالنا تنعطيوه واحد النهار ديال تماره رجيلاتك تا يزندو ولكن كترتاح الصراحه الله كترتاح. صافي غادي ندير حتى الجلبانه حتى هي غسلتها. انا كيعجبني هكا البلاستيكات البنات باش ما ديك العلب ديال البلاستيك تياخذوا لي المساحه في الكونجيلاتور. صافي كنبغيه هكاك البلاستيكات. صافي ودابا غادي ندوز باش غادي نقطع الربيع ديالي. راني ماشيه بشويه بشويه، عندي شويه ديال الوقت اللي غادي تاخذوا لي الثومه، الثومه هي اللي غادي تاخذ لي الوقت. هانتوما معايا دابا غادي ندوز باش نقطع الربيع وخليكم معايا. ودابا حبيباتي انا تنقطع الكرافس، انا من الاحسن تيعجبني مقطعه يعني ملي تنديروها في الهشوار وتنطحنوها مزيان هي الصراحه الله ملي تنديروها في الكونجيلاتور تيتنقص شويه النكهه ديالها، ولكن من الاحسن قطعوها هكا رقيقه احسن ما تهشيوها. وصدقوني اخواتي الا قلبتو على ديك الكرافس او القزبر المعدنوس البلديين تيكونوا حتى في السويقات ولا عندهم مال الكرارس تيكون فيهم واحد النسمه احسن
احسن من هذوك العاديين. صافي غادي نقطع الكرافس ونقطع حتى القزبر المعدنوس، وغادي نقطع حتى الفلفله، ديك الفلفله حمراء اللي شفتو معايا حتى هي غادي نقطعها ونحتفظ بها في الكونجيلاتور باش ما نطولش عليكم، ونمشي نجلس ونقي التوامي. من الاحسن البنات هكا جلسوا نقيوها، حيت فهاد الوقيته هذه كتبدا تخوى هكاك، هي سبحان الله العظيم ملي كيجي هاد الوقيته شهر جوج ثلاثة كتبدا تخوى. من الاحسن باش ما تضيعوش فيها وتبقى عندكم بحال دابا هكا تكونوا مزروبين جبدوها، الصراحه كتنفع. يلا حبيباتي نتوما معايا. ودابا حبيباتي بعد ما سالي التقطع ديال القزبر والمعدنوس، المهم الربيع بصفه عامه، دابا دوزت باش نقطع الفلفله كما كتشوفوا معايا، تنقطعها وتنخليها هنا في هذا البلاطو هذا حتى تنشف من ديك الماء ديالها، عاد تندخلها نديرها في بلاستيك غذائي وتندخلها المجمد. دابا غادي نقطعها كما على شكل اللي بغيتو نتوما صافي. وغادي ندوز راه مطيشه طابت لي، باش غادي ندوز نطحنها. خليكم معايا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، غير تنبغي نشارك معكم هكا هاد اللي حضرت معكم الخضار كنحتفظوا بهم، ومع ذلك ما بغاش نجيب لكم عاوتاني فيديو طويل. يلا حبيباتي. وبالنسبه للمطيشه كما كتشوفوا معايا ها نتوما طالقه الماء، واخا ما درتش فيها حتى قطره ديال الماء. دابا غادي ندوز غادي نطحنها ونصفيها ورجع معاكم. ودابا البنات من بعد ما صفيتها ها نتوما كما كتشوفوا ديك الزريعه ديالها صافي. دابا غادي ندوز هنا قسمتها على جوج، هذه غادي نخليها عاديه بلا حتى شي حاجه غير الملحه، وهذه اللي غادي نحتاجها في صوص بيتزا لي باط اي حاجه اللي كتستعمل فيها لاصوص غادي نديروها بها. هنا عندي واحد المعلقه ديال القزبر حبوب، القزبر زوينه البنات، انا تندير قرعه كبيره وتنخليها كنبقى نحتاجو بزاف حيت زوين بزاف القزبر. تندير الحار هكا شويه ديال الفلفله حاره، الا كانت عندكم الهريسه ديروها. غادي نزيد شويه ديال الفلفله حمراء هكا غير تزيدنا شويه نتاع اللون، شويه نتاع الكمون ماشي بزاف حيت الكمون زوين، ولكن الا كثرتو منه تيرد لنا مطيشه مره. وشويه نتاع الابزار ها نتوما معلقه معمرش ديال الابزار صافي، وشويه نتاع الزيت البلديه، وشويه ديال الملح. وغادي نزيد البنات حتى شويه ديال الاعشاب منسمه وشويه ديال الزعتر. خلاص انا عندي الاعشاب المنسمه عاد نجبدها، عندي فيها ورق سيدنا موسى، اكليل الجبال، زعتره، الحباق. هذه دابا ندير هنا شويه ديال الزعتر حتى هو تيعطي واحد النسمه زوينه، غادي نضيفو هكا شويه صافي. وغادي نخليها حتى تختار هاد المطيشه هادي، عاد نجيب بعدا الاعشاب المنسمه الا كانت عندكم حتى هما ضيفوهم، ما كانش عندكم صافي نخليها حتى تختار اللي في الكوكوت. هذه اللي غادي نخليها خاصه بالحريره حتى هي اللي بغيتو ديروها، وهذه خلاص ديال البيتزا ديال لي باط اي حاجه من السما صافي. من بعد ما غادي توجد لنا هكا لاصوص ديالنا ديال الطوماط، غادي نقي دابا الطوماط، الثومه هي اللي نجلس ونقيها ومن بعد ما نساليها الثومه معايا. هانتوما البنات انا دابا نقيت الثومه اللي عندي كامله، كما كتعرفوا بان الثومه كتقبط اليد، انا راه هادي للصباح الثاني. دابا غادي ندوز باش غادي نشارك معكم ثلاثة ديال الطرق باش كنحتفظ بالثومه، يعني كتبقى لي حتى المده ديال عام ما فوق عام كنرتاح. يعني هاد المرحله هادي كنصحكم بها اخواتي، غادي ترتاحوا من الطنقه ديال الثومه كل ساعه. اول مرحله اول طريقه كناخذوا واحد القرعه ديال الزاج كتكون ناشفه من الماء، يعني تكون عندكم منشفه مزيان. بالنسبه للثومه حتى هي كنغسلها قبل ما نقيها، كتكون عندنا ناشفه، هذه من الاحسن نستعملوا الثومه البلديه. حتى ديك الثومه البنات اللي كتكون حمراء بزاف والفص ديالها كبير بزاف وكيقولوا لكم بلديه، هذيك ماشي بلديه، روميه، غير كتكون عندها القشر ديالها حمراء وكتطلق واحد الزفره
ما زوينش، ما كنصحكمش هذيك تشريوها. كتكون واحد البلديه اللي كتكون صغيره، سيروا عندك الناس اللي كتشوفوهم هي في الارض ولا في الطبالي ولا هذا، كيكونوا كيبيعوها بلديه، او لا خرجوا الاسواق الاسبوعيه راه زوينه بزاف حتى هي، كيجيبوا الثومه بلديه. صافي كناخذ نقص واحد شويه هانتوما هاد القرعه هادي، هاد الطريقه هادي الاولى، هادي زوينه بزاف اخواتي، وكتبقى لكم واحد المده اللي هي طويله. غادي ندوزو غادي نضيفو عليها الزيت البلديه هانتوما، يعني هاد الطريقه زويته هكا نستعملوها في الطياب، نديروهم فوق البيض، يعني كتكون هاد الطريقه هادي زوينه بزاف وكتبقى لنا واحد المده اللي هي طويله. صافي هادوك دابا يهبطوا هانتوما، يعني كنشوفوا بان الثومه ديالنا مغطيه بالزيت، وكتخليوها كتبقاو ساعه ساعه تجبدوا طيبوا بها، وحتى الزيت ديالكم ما تيضيعش حتى هو كطيبوا به. هانتوما بالنسبه هذه المرحله الاولى او الطريقه الاولى. دابا غادي ندوزو بسم الله على بركه الله، هذه غادي نطحنها، غادي نطحنها وغادي نحتفظ بها مطحونه وخلاص. الطريقه الثالثه راني دايره واحد الميكا بلاستيك بيتها في الكونجيلاتور، حتى هي كنخليها هكاك بحال دابا الا احتاجت شي ثومه مقطعه ولا شي حاجه كنجبدها وكنقطعها. صافي هذه غادي نضيفها هكا في الخلاط الكهربائي، وهذه البنات كنزيدوا عليها شويه د الملحه، ماشي بزاف غير شويه، باش منين نديروها في الطياب ولا في الحشوات ديالنا ما تجيناش مالحه. انا درت هي جوج معالق صغار. صافي غادي نطحنها ونرجع معاكم. دابا الثومه ديالنا من بعد ما طحنت كما كتشوفوا معايا، من الاحسن تخليوها هكا شويه، يعني ماشي مضغوقه، كتبقى هكا شويه بحال اللي حكاها، باش ملي تديرها في الطياب ولا في الحشوات تتجي زوينه وتتجي بنينه. دابا غادي نحتفظ بها هكا في واحد العلبه، هذه غادي ندخلها بمجمد، غادي تبقى لكم كما قلت شحال ما بغيتو كتبقى. شتي تبارك الله، يعني كتكون عندك واحد الكميه اللي كثيره، ملي كتطحن تترجعي كميه قليله، ولكن ملي تجيو تهزو باش طيبو ديروا هكا هي راس معلقه على حسب القياس ديالكم. انا الصراحه الله كنستهلك الثومه، عندي الثومه كنبغي نستعملها في جميع الوصفات اللي تنطيب حيت تعجبني وصحيه. صافي هذه بالنسبه للطريقه الثانيه، يعني تقدروا تخليوها حتى لمده سنه واكثر كتبقى لكم في الكونجيلاتور كما قلت لكم. غادي نسالي وغادي ندوز باش غادي نشارك معكم ان شاء الله لهذا الوصفات او الخضر ديالنا بعد ما جمدتهم. يلا درتهم هاد الليله البنات، ولا جميع الوصفات اللي شاركت معكم غادي نحطهم ان شاء الله. هانتوما اخواتي، هادو هما الخضر ديالي من بعد ما شاركت معكم كيفاش كنحتفظ بيهم وكنرتاح، يعني كتوقفوا واحد النهار ولا يومين ومن بعد كترتاحوا وكتجبروا هكا الحاجه اللي واجده بصراحه الله كتنفعنا. هادو تقدروا توجدوهم للشهر الكريم اللي غادي ينفعوكم بزاف بزاف. بالنسبه للبنات انا عندي هنا الفلفله الصفراء، مشيت غير صدفه في العشيه جبرتها ب 150 ريال، يعني شي حاجه اللي زوينه كنجيبها كنقطعها وكنحتفظ بها. شوفوا معايا هنايا القوام ديال مركز الطماطم، شوفوا اخواتي تتجي رائعه وزوينه بزاف، وكتصوبوها على يديكم. وهذه بالنسبه للصوص ديال البيتزا، حتى هي تتجي غزاله ومن السماء، هذه نقدروا نحتفظوا بها مده طويله. هنا عندي هذا مركز الحامض كما شاركت معكم، حتى هو تنخليه هكا كنبقاه نقطعه وتنديرو مع العصير، لافوكا البنان اي حاجه كتقطعوا وديروه. بالنسبه لهذه اخواتي قبل ما تجمد لكم، يعني ديروها في الكونجيلاتور، ملي تبدا تجمد قسموها هكا بالسكين باش فين ما تبغيو هكا واحد المورسو كتاخدوه. هاد القشور ديال الحامض هذا تنديرو انا في الحلويات، يعني بطبيعه الحال في الكيك في العصائر، حتى هو كيتزاد تيعطي واحد النكهه رائعه وزوينه بزاف. صافي وهذا الربيع ديالي، ثومه كما شاركت معكم حتى هي كتهز علينا، يعني كنرتاحوا بمعنى الكلمه وكناخذوا، يعني كتمشي هانيه الشهر ديالك واكثر. وهادو هما الخضر اللي شاركت معكم كيفاش كنحتفظ بهم. هنا القناريه، بالنسبه للقناريه اخواتي كتبقى غير هكا في الثلاجه اكثر من اسبوع،
صافي حبيباتي، ان شاء الله هذه هنا الفلفله حمراء حتى هي قطعتها كنحتفظ بها، ملي تنبغي ندير رغيفات ولا هكا شوصول اي حاجه المملحه حتى نعمر بها ولا حتى البيتزا. هنا عندي لاريكو كما قلت لكم انا جلبانه، انا هذا النهار نصبت منها صراحه الله تطيب وزوينه. صافي اخواتي كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، راه كتزولوا على راسكم واحد المجهود اللي كبير بزاف وكترتاحوا، كنتمنى يعجبكم. ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج فضلا منكم وليس امرا، وتنقول لكم خليتكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله.